بشكر الاستاذ الفاضل العقب العقب شويه على الموضوع. احنا استاذ حسين بشكرك شكرا جزيلا. مش عارف حضرتك بس جيت من يعني ممكن انا اتسبقت في الكلمه وعد كل افراح حضرتك بتقولها ممتازه جدا، وريت حضرتك برضو تنضم معانا في مجموعه العمل بخصوص منتدى النوبة الاستثمار، وده ان شاء الله رقم واحد بنسعى اليه ان هو انت تخلق حاله التوعيه تمام ونشر المفهوم اصلا داخل المجتمع. مش هتقدر تهيك المجتمع بتاعك لمناخ الاستثمار وانت لسه مش قادر تكتشف الموارد البشريه، مش قادر تطلع الامكانيات الموجوده عند كل فرد عشان تبني منظومه متكامله. اقدر ال 100 جنيه اللي انا اطلعها احطها هنا ابقى عارف مسارها رايح فين. يمكن في السويس شركه نادي النوبه الرياضي اسس شركه اسمها شركه النوبه الاستثمار، احنا ما كنا شباب لقينا كده عدينا لقينا يافطه محطوط ايه المساهمه ناديك وناديك 500 جنيه. قلنا ايه نادينا يا نادينا ده، طب هنعمل ايه ب 500 جنيه على ما ندفعها؟ فمن هنا فكرنا ان احنا نعمل ايفنت او مناسبه كبيره نقدر نجمع فيها اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه، ونقدر نعمل معرض سوق نوبي مشترك، وده برضو هيكون دافع كبير للمشروع. طبعا انا مش عايز اطول عليك، لكن احنا ان شاء الله شغالين في الفكره، وطبعا مع الاستاذ ياسر برضو ان شاء الله نتواصل من خلال المنطقه المتميز ده، وهيكون في يوم للقاهره هنا هيكون ورشه عمل او يوم الاستثمار او ديمو داي كده عن المفهوم كله وعن التصور الشامل للفكره بشكل عام. احنا طبعا هنستهدف المحافظات كلها من القاهره اسكندريه اسماعيليه اسوان والكرة النوبية كلها، مش هنسيب مكان معين هنلجأ، وبنفتح الاطار طبعا لكل الناس انها تكون يعني تضيف معانا افكار وطموحها من اول اكتشاف العناصر المتميزه لحد ما نبتدي فعلا ناخد خطوه فعليه ونبتدي ننفذ مشروعات على ارض الواقع. وزي ما حضرتك قلت تمام من كل الكتله الاقتصاديه يمكن دارسين او في السياسه او دارسين سياسه واقتصاد يعرفوا ان الاقتصاد مرتبط طبعا بالسياسه، هو اللي بيرسم ملامح السياسات كلها لكل دول. معلش انا اسف طولت بس كان حابب اعقب بس على النقطه. شكرا يا فندم. الاستاذ محمد رمزي.